هي مناطق تحت السيطرة الحركة الشعبية، الما عاجبه الاسم سميها بس مناطق الحكومة ما تخشها مؤقتا لحد ما نصل لاتفاق بتاع سلام. انت محترف بها وانا محترف بها، والدليل على كده جيت قعدت معاي في مفاوضات قلت دي مفاوضات بتاعة سلام، الاوبوزيت بتاع السلام هو الحرب، والاوبوزيت بتاع الحرب هو السلام. جيت قعدت معاي قلت يا جماعه نقعد كاخوان ونوقف اللي بيحصل ده كله تمام شديد. دي مناطق اسمها مناطق الحركه الشعبيه لتحرير السودان، عليك الله انت لا تجي علي ولا انا اجي عليك لحد ما نصل لاتفاق سلام. موافقين على الكلام ده؟ موافقين على الكلام ده. شروطك للسلام شنو؟ شروطي 1 2 3 4، انا وافقت باقي بالتباع. الموضوع ده لسه احنا قاعدين في المفاوضات كويس. 1 2 نحن قاعدين في المفاوضات بنحتغب انه حنتوصل لاتفاق بتاع سلام مع الحكومه دي. قبل ما نخش المفاوضات 2019 في اكتوبر بيوم واحد من المفاوضات اوريكم اللي حصل شنو، اوريكم الكباش عمل شنو، اوريك انا الكباش عمل شنو. كباشي مش حامل المناطق بتاعت كادوغلي وجزء من المناطق بتاعت الدلنج، واجتمع مع زعماء القبائل والمكوك في المنطقه دي كويس، من ابناء النوبه من بعض القبائل العربيه من الحوازمه، والكلام ده مسجل. الاجتماعات اللي كان بيعمل فيها الكباشي ده ذاته كويس، اللي كان بيعمل فيها الكباشي ده مسجله، دخل اجتماعات ادى ناس قروش وضغط على ناس وطالب منهم حاجه واحده بس، شايفين المنطقه بتاعت خورورل دي والشريط الرملي ده دايرين انكم تخترقوه بمنتهى البساطه، لانه الناس ما عارف الجغرافيا بتاعت المنطقه دي. في حته طريق بتاع اسفلت عملته الانغاز، وداخل ملا حد المنطقه بتاعت كاودو ولا في جبال النوبه دي كلها. ليش نو؟ ده ما عملته الانغاز حبا في اهالي جبال النوبه، سواء كانوا عرب سواء كانوا حوازي سواء كانوا نوبه، عملته عشان تمشي فيها الدبابات ايام اتفاقيه السلام 2005 لو حصل حرب، لانه هم كانوا قاعدين يخططوا للحرب. عملوا الطرق بتاعت جبال النوبه دي الردميات والشوارع بتاعت الاسفلت عشان تمشي فيها الدبابات بعد الحرب ما تقوم. الكلام ده بدو سنه 2005، تفتيك مسبق للحرب. المنطقه دي بعد 2011 بقت معروفه ان منطقه بتاعت حركه شعبيه ما في زول بيخشها، زي ما احنا بنخش مناطق الحكومه هم ما بيخشوا المناطق بتاعتنا. وكانت في اعلانات بتاعت وقف اطلاق نار بعد الحرب بتاع 2015 متتاليه. الحرب بتاع 2015 انهزمنا فيها قوات الدعم السريع والجنجويد والجيش السوداني ووصلناهم لغايه الابيض، وحميدتي قام جاري لغايه الابيض ومشى قال لي احمد هارون، انا قلت له حارب حاربته وانتم ما وريتوني انه دي امكانيات الجيش الشعبي ودي قوته ودي كده. هسه انا داير قروش الناس كلهم متذكرين الشكل بتاع حميدتي مع احمد هارون، والسبب انه حميدتي قاعد يتنمر على احمد هارون لحد الانغاز ما سقطت، لانه مفتكر انه الناس اللي بيقاتلهم ديل ناس هوام ساي. مشى اتهزم لغايه ما دخل الابيض جاري بيكر عينه في حمله انتقاميه قامت بها الحركه الشعبيه لحد ما دخلت حميدتي المناطق لحد ما دخلت حميدتي شمال كردفان. خورورل ده قبل المفاوضات بيوم الكباشي مش اجتمع مع الناس ديل ودفع قروش، والما جاب القروش قال له احنا حنعمل لك وحنفعل لك، والناس بيعرفوا كويس كلمه استخبارات في جبال النوبه بتعني شنو. استخبارات سودانيه سيئه الصيت في جبال النوبه بتعني شنو. لز الناس ديل لغايه وقال لهم تمشوا تخشوا المناطق بتاعت الحركه الشعبيه. دخلوا مناطق الحركه الشعبيه، بعض الناس رفضوا وبعض الناس وافقوا، دخلوا ورعاة كان معاهم ودخلوا المناطق بتاعت الحركه الشعبيه كويس، ودخلوا المناطق بتاعت الحركه الشعبيه المنطقه بتاعت خورورل وخربوا للمواطنين الزرع بتاعهم. وقبل ما يخشوا الخشه الاخيره دي في العشر يوم قبل الدخول لخورورا للسنه اللي فاتت في 2019 اللي هي منطقه بتاعت حركه شعبيه، دخلت 2 طيارة هليكوبتر مناطق الحركه الشعبيه، ودخل واحد صاحبنا من ناس الحركه الشعبيه ذاتهم القدام المشى
ومشت حالك مع ياسر حرمان ومشت حالك مع الصادق المهدي ومشت حالك مع منو هو ذاته ركب العربيه لاند كروزر ودخل لحد الحدود بتاعت الحركه الشعبيه. ولما شاف لما شاف الدبابات بتاعت الجيش الشعبي قام جاري لو صاحبنا هسه قاعد مدير بتاع وحده شنو كده ما عارف معدنيه ولا حاجه زي دي ركب عربيته ومعاه اصحابه وقال لهم انا حدخلكم مناطق داري يدخلوا ليش شغل بتاع استخبارات. بعديها بيومين بس ولا ثلاثه يوم من دخوله للمنطقه دي الزول بتاع الحركه الشعبيه ده ذاته كويس دخلت الطيارات طيارتين هليكوبتر دخلوا المناطق بتاع الجبال. وانا الكلام ده كتبته في الواتساب في الفيسبوك بتاعي اثناء المفاوضات انه في هليكوبتر دخلت مناطق الحركه الشعبيه وانه في هجمات على المواطنين. فعلا تم سرقه نهب المواطنين في المناطق بتاعه خروره والمناطق المتاخمه ليها. تم قتل جندي في الجيش الشعبي. تم اسر واحد من المكوك في الجيش الشعبي. الكلام ده السكرتير العام للحركه الشعبيه عمل مؤتمر صحفي ووضع الكلام ده في جوبا وقال يا جماعه بكره المفاوضات واحنا ما داخلين المفاوضات. قام كبير المفاوضين جرى ومشى قعد معكم مرت عبد العزيز وسلفاكر اتصلوا يا عبد العزيز انا هحل المشكله دي وما في اي مشكله. الكلام ده في اكتوبر 2019. انا ده قاعد اكذب. احنا يعني يوم 6 اغسطس ده الهسي قبل كم يوم ده شلنا ومشينا احتدينا على العرب الموجودين هناك الحوازمه اللي هم جزء منهم من الجيش الشعبي. اللي هو جزء منهم جيش شعبي. يعني الجيش الشعبي بيحتضي على مواطنين من مكونات الجيش الشعبي موجودين في جنوب كردفان. الجيش الشعبي ما نوبه. الجيش الشعبي فوقه ابناء الحوازمه وابناء المسيريه والجيش الشعبي فوقه دناقله فوقه حلفاويين فوقه بني عامر كلهم قاعدين في المناطق المحرره هناك. احنا ما عندنا مشكله مع قبيله لانه الجيش الشعبي مكون من كافه الاثنيات والاعراق الموجوده في السودان والموجوده في المنطقه جبال النوبه خاصه. ما عندنا مشكله مع قبيله. الناس اللي دخلوا السنه اللي فاتت في المنطقه بتاعت الحزام الرملي والمنطقه بتاعت خورورل والمناطق المتنازع حولها دي والمناطق بتاعت الحركه الشعبيه دي فوقهم جزء من ابناء النوبه نفسهم متواطئين مع الناس الموجودين في الخرطوم. يا اخي الزول الحرك الناس دي ذاته نوباوي اللي بيتكلم الصادق المهدي وانه احنا دي حنعمل شنو ونحن حنسوي شنو والحركه الشعبيه عايز تغير الاثنيه في جبال النوبه وتخليها اثنيه افريقيه وغيره. احنا راينا ذاته الحوازمه دي هم ما عندهم علاقه بالعرب هم افريكان. ما عندهم علاقة بالعرب لا من قريب ولا من بعيد هم افريكان كويس. الزول المشي حرك الناس ديل ذاته واقول الكلام ده بصورة واضحة هو كباش نوباوي موجود في مجلس السيادة. انك انت نوباوي ده باي حال من الاحوال ما بيعني انك انت والله الطب والاول وانت ما بتغلط كله وانت مفروض نتواطئ معاك. والكباشي ده ما يطال النوباوي يا عمار انت ما تتكلم انت زول من شمال السودان النوبي ما تتكلم في الكب. لا الكباشي زيه زي الكيزان واحد زيه زي الكيزان وبينفذ كل الاجنده بتاعت المركز ضد المواطنين بتوعنا الهامش ضد المواطنين بتوعنا الهامش. ها رايكم شنو؟ الزول الحرك اللي كان داير يعمل على انهيار المفاوضات العام السابق هو واحد من الابناء النوبه. لكن بالنسبه لي انا وحسب المنهج الفكري اللي انا بتكل عليه في الحركه الشعبيه انه الزول ده ما عنده علاقه بالهام ده واحد من ادوات المركز اللي قاعد ينفذ بيها الاجنده بتاعته لغم ابناء الهامش. وكثير جدا من ابناء النوبه وكثير جدا من ابناء الحلفاويين وكثير جدا من الجنوبيين هم عملوا على تقتيل ومحو الاثار الثقافيه كويس لاهلهم وتهميشهم واكلوا من وراهم عيش وما كان عندهم مشكله في الكلام ده. ما كان عنده مشكله خالص في الكلام ده. اللي بيعتبر انه الحركه الشعبيه دي بتاعت نوبه اللي خليها من الليله. الحركه الشعبيه دي بتاعت كل السودانيين، لكن في مناطق مهمشه واكثر تهميشا والناس شايلين السلاح فيها، بكره لو طالبوا بانفصال انا كحركه شعبيه وكزول من اقصى شمال السودان، الحركه الشعبيه بكره المواطنين كان طالبوا بانفصال والحركه الشعبيه اجازت الكلام ده في مؤتمر، ححارب من اجل انه يكون في انفصال. ما عندي مشكله في الكلام ده، وانا ما نوباوي. وانا ما نوباوي. ما معنى انك انت نوباوي معناها والله انت يا اخي لا اهل الخميس جلاب ما نوباوي. ما مشى حارب الحركه الشعبيه دي واشتغل مع المؤتمر الوطني سنين عددا. من اكبر القيادات بتاعت الجيش السوداني. الجيش الشعبي.
دخلوا الناس ديل، احنا ما دخلنا، احنا ما ضربنا لزول، ما ضربنا رعاة، ما دخلنا زول، ما دخلنا في الاراضي بتاعتنا. احنا عندنا اخ بتاع اطلاق نار ملتزمين به وملتزمين به، امانه للشهداء والتزام اخلاقي تجاه الشهداء وتجاه الثوره وتجاه السلام وتجاه السلام. الحكومه السودانيه طلعت بيان قالت انه والله يا جماعه الحركه الشعبيه جو المواطنين الوالد الجديد بتاع حزب الامه كويس، وما في زول يقول لي الصادق المهدي ما موافق عليه، الزول ده حزب امه وقاعد ينفذ الاجنده بتاعت حزب الامه، والناس رجعوا لخطبه العيد. الوالي بتاع جنوب كردفان هو والي السنه اللي فاتت مطلع بيان بدين بحر التحريض غبلي، ده نفس الوالي جابوا لي حمدوك ده ذاته، الوالي جابوا حمدوك ده هو مطلع بيان بحرض فوقه ابناء قبيله الحوازمه للاسف الشديد كويس، ضد ابناء النوبه، مطلع بيان بصوره شخصيه السنه اللي فاتت، ده زول يجي والي انت حريص على سلام؟ انت حريص على سلام اجتماعي خليك من سلام سياسي وكده، انت حريص على سلام اجتماعي يا حمدو؟ امشي راجع بيان الزول ده. دخلوا الناس ده المنطقه بتاعت خروله، في واحد يقول لي لا خروله دي انا ما عارف شنو خروله دي، واحده من المناطق بتاعت الحركه الشعبيه، واحده من المناطق اللي قاعدين نتفاوض فيها، واحده من المناطق المعلن فيها وقف اطلاق النار. لما عملنا الكلام ده السنه اللي فاتت، الناس سمعوا الكلام ده كويس، السنه اللي فاتت في المفاوضات في اكتوبر 2019 رفعنا المفاوضات كويس، انا حقرا لك كلام بتاع البرهان وحقرا لك كلام بتاع الناطق الرسمي باسم ملف المفاوضات عضو مجلس السياده محمد الحسن التعايشي، وشوف اللي اخترق العمل اختراق لوقف اطلاق النار منه، ان احنا ولا الحكومه السودانيه، ان احنا ولا النظام السوداني. انا والله ليش زمان ما قاعد اكتب المناطق المحرره في صفحتي، كله قاعد اكتب المناطق تحت سيطره الحركه الشعبيه، المناطق في جبال النوبه، لكن بما انه كويس احنا رجعنا تاني لقبل كويس سقوط النظام، ان احنا في المناطق المحرره ونحن قاعدين نفاوض في النظام السوداني، والكلام ده بقوله بخشم قوي جدا قاعدين نفاوض في النظام السوداني. شوف الكلام ده السنه اللي فاتت 17 اكتوبر 2019 بعد الحركة الشعبية ما رفعت مفاوضاتها مباشرة وقالت ما حنفاوض. بتمنى انكم تعملوا شير للنقطة دي. حقول الكلام ده في 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 حتة مختصرة عشان الناس يقدروا يركزوا عليه. الحركة الشعبية تم الاعتداء عليها مرتين، اكتوبر 2019 اكتوبر 2020 اغسطس 2020 من قبل النظام السوداني، العساكر اللي قاعدين وغزيتهم لنا في المدنية بتاعتنا اللي ماتوا فيها ابنائنا ديل هم ما دايرين سلام، الكلام ده اقول لكم بصورة واضحة. أصدر رئيس مجلس السيادة بالسودان كلام ده 17 أكتوبر 2019 قبل المفاوضات بيوم، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأربعاء مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان. ليه عمل كده؟ وجاء المرسوم على خلفية تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو مفاوضاتها مع السلطة الانتقالية في السودان بسبب ما أسمته خروقات حكومية لوقف إطلاق النار، ورهنت العودة بإصدار خرطوم إعلانا موثقا بوقف العدائيات والتخلي عن الخيار العسكري والانسحاب من مناطقها، من مناطق تعتبرها الحركة ضمن مناطق سيطرتها. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ جاء المرسوم أعلن وقف إطلاق النار عبد الفتاح البرهان، وقف إطلاق النار ده من السنة اللي فاتت وقعه ومستمر لغاية الوقت اللي احنا قاعدين نتكلم فوق، والحركة الشعبية ما عملت حاجة، ما حددت على مواطنين ولا دخلت المناطق بتاع سيطرة الحكومة. الحركة الشعبية قاعدة في مناطقها قاعدة تتفاوض على الأساس الليلة، الكلام ده كلام فني. أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الأربعاء مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، وجاء المرسوم على خلفية تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو مفاوضاتها مع السلطة الانتقالية في السودان بسبب ما أسمته خروقات لوقف إطلاق النار، ورهنت العودة إليها كويس بوقف العدائيات والتخلي عن الخيار العسكري والانسحاب من مناطق الحركة دي والتي تعتبر ضمن سيطرتها. ورد قرار الحركه خبير الاستعداد للمفاوضات مباشره مع وفد الحكومه في جوبا، واثر اتهامات وجهات القوات المسلحه بتخطي مناطق الغرفان بالمناطق بالمسار الشرقي المختلف حوله اللي هو المنطقه بتاعت خرور، وقيام قوات الدعم السريع بنصب كمين في الطريق الذي يسلكه المواطنين بالمناطق المحرره في منطقه خرور بجبال النوبه، واعتقال 16 مواطن ديل ماتوا منهم ثلاثه انفار ماتوا منهم. القوات المسلحه احتدت علينا، شوف في ياتو منطقه في المنطقه بتاعت خرورا اللي هي المنطقه تحت سيطرتنا نحن ديل، على اساس الكلام ده فني، على اساسه الحركه الشعبيه سحبت وفدها المفاوض، على اساس الكلام ده البرهان اصدر بيان
في البيان ده قال انه ان احنا ديل يا جماعه هنعمل نخفة اطلاق النار وحنسحب جنودنا. تعالوا نشوف بعد شويه الكلام بتاع عضو مجلس السياده قال شنو في الكلام ده. انا بتمنى انكم تنشروا الفيديو ده لانه انا بعتبر انه الفيديو ده فوق شرح، لانه احنا ديل ما احنا حريصين على السلام، هم اللي ما حريصين على السلام. وبدأ واضح ان مفاوضات السلام التي انطلقت في جبل الاثنين تصطدم برواسب الصراع بين الحركه والخرطوم. رواسب الصراع من زمن الانغاز، لانه لسه الانغاز بيحكم ده، لانه الغايب بتاع القوه بتاع المشاء البرهان هو بقى رئيس الحكومه الانتقاليه، ولانه الزول المغتصب اللي قاعد يغتصب النساء في دارفور وجبال النوبه والنيل الازرق وميليشيات وقاعد تعتدي على المدنيين اللي الكلام انا بتكلم معاكم فوق ده، هو زول صنيع عمر البشير وكان مخلب عطله عمر البشير. عشان كده لابد من انه مفاوضات السلام تصطدم برواسب تاريخية، عشان كده ما حنصل لسلام مع الحكومة. ليه؟ لأنه لسه الكيزان قاعدين يحكمونا، لأنه انتوا دير رفضتوا التنظيمات السياسية، هي كانت ضعيفة وفاشلة لأنها مشت قبلت انه العساكر يكون جزء من النظام اللي احنا موجودين فوقه ده. ما لأنه الثوار فاشلين، ما لأنه الثورة فشلت، انتوا فشلتوا الثورة، بتتحملوا مسؤولية الشهداء والمسؤولية الأخلاقية، لأنه انكم انتوا ده لما مشينا في القياده العامه ومشيتوا تفاوضتوا مع العساكر قلت لهم احنا موافقين نكون جزء، احنا موافقين انكم تكونوا جزء من هذه الحكومه، ما بقت مدنيه، بقت حكومه بيسيطروا على العساكر. دخلت الناس ده طلعوا بيان واحد قالوا فوقه ان احنا بنعلن وقف اطلاق النار وبنتمنى انه الحركه الشعبيه ترجع لشنو؟ للاتفاقيه بتاعت السلام، تمام. 2019 في اكتوبر أوضح المتحدث